هو فيه طبعا مشكلة تقنية لسه يعني بحاول إن أنا أوصل الـ ستريم Live Stream على سوفتوير بحيث إن يبقى الإخراج بطريقة أفضل من كده يعني لكن للأسف ده ما حصلش أو مش مصرح له أو مش ممكن دلوقتي فهنكتفي بهذا القدر لكن هنكمل اهلا يا عماد هنكمل بقيه الجزئيه للمره القادمه يعني في تطوير في, في القناه هيكون افضل من هذا بس هنكمل الـ الـ الرواق العاشر ده والرواق ده يعني انا بسعى انه يكون استكمال للتسعه اللي كانوا قبل منه وهو الكلام عن القران والكلام عن التصورات المنصوبه حوالين القران وان ما فيش تجديد للفهم ولا تجديد للتفسير ولا تجديد للفكر الديني ولا الخطاب الديني ولا كل هذا الكلام بدون التعامل مع التصورات اللي هي أصبحت بقى اسمها العقيدة المنصوبة حوالين القرآن يعني في دلوقتي 150 سنة من محاولة الإصلاح الديني الأفغاني محمد عبده وآخرين حتى الآن لكن كل هذه المحاولات للأسف بعد قرن ونص بنشوف هوت يعني الناس اللي عايشين في بلاد بيسكنها غالبية من العرب وغالبية من المسلمين شايفين الانفجارات انفجار التصورات النصوصية والحرفية بتاعتها ممثلا في داعش وممثلا في الطائفية وممثلا في التعالي اللي احنا بنعيش فيه فما ينفعش ان احنا نظل كده مستمرين في نفس الطريق لابد نقف وقفة ونعيد النظر فالمحاضرات دي عباسة محاضرات المداخلات دي هي جزء منها هو محاولة آآ تفكيك آه، هذه البنية هذه المنظومات التصورات واخدين جزئية منها ممثلة في آه، تصوراتها عن القرآن كنقطة بداية يعني ف... فال... بس قبل ما ابتدي في موضوع النهاردة عايز اقول لكم ان بيحصل نوع من التطوير للقناة وممكن هيبقى البس بعد كده آه، مش بدايه من الرواق القادم لكن بعد كده هيبقى من يوتيوب بحيث ان يوتيوب بلاتفورم وارضيه مفتوحه مش لازم تبقى عضو في فيسبوك علشان تشوف البث المباشر ممكن تبقى تشوف البث المباشر من غير ما تكون عضو في في فيسبوك فبحاول ان شاء الله هيبقى في قناه بعنوان او باسم رواق جمال نفس الاسم بحيث يبقى البث المباشر عن طريق يوتيوب وهنرفع برضو الـ الـ الفيديوهات على على فيسبوك لكل الناس برضو هيبقى متواصلين من خلال الصفحه. دي النقطه الاجرائيه الاولى، النقطه الاجرائيه الثانيه يحصل نوع من التطوير للقناه وللادوات يعني بحاول بقدر الامكان بحيث ان الكواليتي النوعية بتاعة الصوت والصورة ده كله وهنخش في قضايا أعمق من كده فأنا هكتفي بالرواق ده هيبقى هو الرواق العاشر حوالين القرآن وهنتوقف قليلا وعايزكم تشاركوني في إيه الموضوعات اللي احنا محتاجين أو الأسئلة اللي احنا محتاجين نتعامل معها طبعا أنا هعود للقرآن تاني في حلقات تانية وفي جلسات تانية وفي أروقة تانية وخصوصا للحديث عن توتر القرآن آه وحديث عن آه تجارب التأويل والتفسير للقرآن آه خلال القرن ونص الماضيين او القرنين الماضيين فممكن يبقى في موضوع مثلا اللي هو آه ايه بذور العنف مثلا آه العنف الديني والارهاب والاحتقان الطائفي اللي احنا بنشهده وبنشهد مظاهره دلوقتي آه ممكن يبقى موضوع هو تجربه التحديث بقى ذاتها كلها من دوله محمد علي مثلا في مصر لحد السيسي ومن دوله رفاعه الطهطاوي لحد جابر عصفور وحلم النمنم ايه ايه الاشكاليه هنا فده موضوع اخر المهم يعني ممكن تشاركونا بقى باقتراحاتكم طيب النهارده هنتكلم عن ايه بقى في الرواق العاشر؟ هو المره اللي فاتت انا اتكلمت عن تصورات اللي هي اصبحت عقيده حوالين القران والعلاقه بين كلام الله وبينه هل هو صفه فعل ولا صفه ذات؟ في حوار نشا كان اثاره محمود عبيد الله من الاردن تعليقا على الموضوع وكان عايز ان انا اكمل اكتر على موضوع اللغه وعلاقتها بال بالتصورات ديت هل كلامنا عن اللغه ده كلام نظري يعني كيف تعمل اللغه وكيف ت... 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 القوانين الحاكمه ليها ده كلام نظري ولا ده هو المواسير ومصير الصرف الصحي والكابلات اللي تحت الارض اللي بيعتمد عليها الخطاب الديني والناس اللي بتتكلم على تاسيس التقديس بتعتمد على هذا الاساس يعني ايه يعني في تصورات عن كيف تعمل اللغه وايه العلاقه بين الـ 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 الاسم والمسمى ايه العلاقه بين الدال والمدلول ايه العلاقه بين اللفظ والمعنى ايه العلاقه بين تصورات عالمنا وعلاقته بعالم الغيب. كل دي حاجات يا جماعه ما هيش كلام نظري، ما هياش كلام مجرد، ده ديت هي عباره عن البنيه التحتيه اللي تحت السطح اللي بتغذي بقى ميه ونور وكهرباء للخطاب الديني بكل اشكاله. فمهم جدا ان احنا ما نقفش بس على ما هو موجود فوق السطح. ونقف بس قدام ايه اليوم بيوم احنا عاملين كده في حياتنا وفي ثقافتنا عايشين عيشه اليوم بيوم آه يجي حد مثلا رفض هديه آه علشان فيها مش عارف ايه فيطلع حد يكتب بوست والتاني ونقعد بقى ايه معارك ويبقى العقل الجمعي والوعي الجمعي شغال بالتعبير بقى جعجعه بلا طحن سامعين دوشه وسامعين هرس و الى اخره لكن فين الطحين بقى الناتج من ده مفيش نفس القضايا اللي كان بيتكلم فيها محمد عبده من 100 سنه تقريبا يمكن يمكن حتى احنا تراجعنا عن الكلام اللي كان بيقوله محمد عبده تراجعنا عنه الان طيب هل في تصورات عن اللغه وكيف تعمل مأثره علينا حتى الان التصورات اللي كانت موجوده في جزيره العرب عن ان في عالم للجن ووادي للجن اسمه وادي عبقر وان في تواصل ما بين عالم الانس اللي هم بقى البشر مع عالم الجن ده هل التصورات ديت تصورات آه ما زالت موجوده وفاعله. كنا بندرس واحنا طلبه في اعدادي على الشعر الجاهلي انه ايه كل شاعر له قرين من الجن يقرئه الشعر. وكان بيتقال بيت الشعر بتاع الفضل بن قدامه اني وكل شاعر من البشر شيطانه انثى وشيطاني ذكر. ده مش بس بقى ايه ان في بقى الشيطان آه اللي بيوحي بالشعر للشاعر بس، لا ده كونه ان يكون شيطان ذكر ده دليل على فحولة الشاعر بخلاف الشاعر الاخر اللي ممكن يكون ايه شيطانه ايه انثى. هل التصور ده عن صله ما بين عالم الانس وعالم الجن او الشهاده وعالم الغيب تصور موجود في الثقافه وفي الوعي هل التصور ده لم يؤثر ولم يراعيه خطاب زي خطابات القران تمهم هم قالوا على النبي محمد ان هو ايه شاعر وقالوا عنه انه ساحر وقالوا عنه انه مجنون مش كل دي صفات ذكرها المصحف عن صفات قالها اهل قريش عن محمد. اذا الخطاب القراني بيتعامل مع مستوى وعي ومستوى فهم وتصورات في الثقافه. فلما يجي بقى الشاعر يقول ايه؟ اني وكل شاعر من البشر شيطانه انثى وشيطاني ذكر ويقولوا بقى على ان محمد شاعر ومحمد له ايه؟ قرين من الجن بقى هو اللي بينزل عليه وكده فيرد الـ الـ القران لا مش بس كده كمان وان اللي بينزل على محمد آآ آآ انثى فيجي القران يرد في سوره النجم في الايه واحد وعشرين ألكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه فيزا التعامل هنا هل ده بقى اقرار من القران واقرار من الوحي واقرار من التصورات عند المسلمين على وجود الجن وعلى وجود الشياطين ولا هو بيتعامل مع مستوى وعي ومستوى فهم زي بالظبط ما تكلم طفل والطفل عنده تصورات فبتراعي التصورات دي ده طبعا سؤال اشكالي والناس هتشتم وتضرب عليه يعني بس انا بطرحه كتساؤل نفكر فيه يعني فهل التصورات دي ان في اتصال بين عالم الجن وعالم الغيب اليست هذه هي الاساس المعرفي زي ما قال نصر ابو زيد في كتابه مفهوم النص لمفهوم الوحي اصلا على انه العرب ما اعترضوش على ان محمد بياتي عليه كائن خفي من العالم الغيب ويقول له نصوص. ده اعتراضهم كان على لي محمد؟ يعني لماذا لا يكون على رجل من القريتين عظيم مثلا؟ اشمعنى يعني على محمد ده اللي هو آآ آآ يتيم وانه 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 وما جاش على حد عظيم من العظماء من قريش. اذا هم لم يعترضوا على وسيلة التواصل أن في عال في حاجة من العالم الغيب بتتواصل مع عالم الإنس ده اعتراضهم كان على لي محمد مثلا كذلك بقى كل الآيات اللي بتتكلم بقى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لكن أنا مش هخش في الموضوع ده الآن يعني ده موضوع طويل وعايز درس طويل وأنا بس بقى يعني بطرح سؤال للناس اللي هي ممكن تهتم بهذا الامر يعني هل الخطابات القرانيه كانت بتراعي مستوى وعي العرب وتصوراتهم عن الوجود وهل معناها ان ذكر بقى هذه التصورات معناها اقرار بوجودها ولا انت بتراعي مستوى وعي ومستوى ثقافه ده سؤال اخر يعني فقالوا عن محمد آآ آآ قالوا عن القران شعر وقالوا عن محمد شاعر قالوا على القران سجع وقالوا على محمد كاهن كل الوصفات اللي هو ايه بيستخدموا تصوراتهم عن الوجود وعن الكون في فهم الظاهره اللي اسمها ايه محمد والوحي و فهل القران منعزل عن كل ده هل القران منعزل عن البيئه دي وتصوراتها مش معناها انه لازما ايه يمشي وراها ويتطابق معاها ما انت ممكن حد عنده تصورات معينه فبتبتدي من تصوراته وحركه من داخل الوعي اللي تنقله لتصورات اخرى زي بالظبط حد مقتنع بحاجه وانت بتبتدي منها فبتكلمه بايه؟ بمنطقه لكي تغير من هذا المنطق. بس دي قضيه تانية خلافيه مش هتكلم فيها الان لكن محتاجه للدرس. طيب ما هو العرب كان عندهم تصور عن العلاقه بين اللفظ والمعنى انها علاقه علاقه ضروريه، علاقه مطابقه، يعني انا مثلا القلم ده شيء فكلمه قلم هي بديل عن القلم عشان ما تنيش كل شوية لما اجي اكلم آآ 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 الدكتور رضا مثلا واقول له ايه اديني القلم بتاعك اقول له ايه ما احتاجش اقول له بقى اجيب له قلم عشان يبقى ده اللفظة او الدال ده او العلامة دي بديل عن الاشياء لكن كان في تصور ان اللفظة ذاتها من نوع العلاقة دي تستحضر الشيء مش بس بقى تستحضر المعنى لا تستحضر الشيء التصورات دي ما زالت موجوده وشغاله داخل العقل عندنا يعني ايه يعني انت بتشوف مثلا ان الدكاتره بقى يعرفوا الكلام ده والناس الشعبين لما نيجي نتكلم على المرض الخبيث ما نحبش نذكر اسمه فنقول ايه المرض اللي ما يتسماش ليه لإن مجرد ذكرنا لاسم المرض قد يستدعيه. إذا نحن عندنا في تصور وما زال موجود في الثقافة الشعبية إنه إيه؟ إنه الـ الـ إن ذكر اللفظة تستدعي الشيء. ذكر اللفظة تستدعي الشيء، فعشان كده نقول إيه؟ المرض اللي ما يتسماش. أو حد مثلاً اصيب بحاجه فنقول ايه ما نحبش نذكر الشخص فنقول إيه البعيد شفت البعيد عمل ايه انا طبعا بذكر امثله كلها من العاميه المصريه للناس اللي هي بس انا متصور برضو ان هم هيفهموني لكن هي ديت الامثله اللي بتجسد ان التصور ده على انه العلاقه بين الاسم والمسمى علاقه ايه ارتباط واستدعاء الاسم مش بيستدعي بقى المعنى لا ده بيستدعي الاسم ذاته تيجي مثلا تقول ايه آآ آآ مين ده ده جمال رشدي طب جمال رشدي وبعدين جمال رشدي خبط على الباب يعني قلنا بس في الكلام كده ذكرت اسم جمال رشدي و وشويه وخبط جمال رشدي ودخل على من الباب فيا يا ريتنا كنا افتكرنا مليون جنيه قال يعني احنا لو ذكرنا مليون جنيه هتيجي الايه المليون جنيه فالعلاقه دائما ان ايه اللفظ قد يستدعي الشيء عشان كده يعني ما ما تفولش في وشي وما تبشرش في وشي ما نذكرش الكلام ده كله في بقى عندنا مجموعه ظواهر انا كتبت منهم مجموعه يعني مثلا حد بيرقي حد الرقيه بقى وحتى كمان المشايخ يقول لك الرقيه الشرعيه هو بيرقيه يعني معناها انه هيبقى فيه فاعليه للكلام لتحصين الانسان من الايه من الحسد ومن العين ومن اذا الكلمه هنا هيكون لها اثر في منع الضرر كمان حد هيكتب لحد حجاب مثلا في الممارسات الشعبيه العلاج بالقران ما هو قايم برضو على نفس الايه التصور ان الكلمات حت هتقدر إيه؟ تؤثر لدرجه انها تمنع المرض اللي هو ايه مش العلاج بالقران بقى للحالات النفسيه والروحيه وكده لا ده العلاج في المرض الايه الجسماني كمان وهكذا هي دي قايمه على تصورات التاثير بتاع الكلمه في استدعاء الشيء او منعه ومن هنا بقى كل التصورات الخاصه ب العفاريت والجن والاعمال حد عمل للتاني عمل او حد يكتب لحد حجاب علشان يرقق قلب الحبيب على المحبوب ويلفت نظره ليها وحاجات كده يعني ما كل ديت تصورات مرتبطه بس تصوراتنا على ايه اللغه وكيف تعمل في في بقى حاجه كمان يعني مثلا ممارسه احنا كلنا بنعملها اللي هو ايه التلازم بين لفظتي مثلا لا اله الا الله محمد رسول الله فمجرد التلازم بتاعهم كده فلما في واحد مثلا على طرف خط تليفون وواحده تانية على طرف خط تليفون ان احنا لما نقول الكلمتين سنظل على علاقه اتصال وتواصل لن ننفصل بنفس ارتباط كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ان ذكرنا الشهاده بهذه الطريقه هذا طبعاً ممكن الناس كلها بتعمل كلام وتقول إحنا ما عندناش التصورات ديت، يعني بنعملها تقليداً وممارسة و ويعني عرف ومحبة واستبشار بالخير، ده كله كويس. بس ده لا يمنع إن الممارسات ديت قايمة على إيه؟ على تصور معين لإيه هي اللغة وكيف تعمل. وتصور على إن اللفظ يستدعي الشيء. التصورات ديت دي قايمه على ان اللغه كنظام مش منفصله عن العالم عالم الاشياء. طب هل فعلا منظومه اللغه مرتبطه بالاشياء؟ احنا اتكلمنا المره اللي فاتت وانا ذكرت المثل بتاع جمله مات الرئيس جمال عبد الناصر في وقعه حدثت هي في الواقع اللي هي وفاه الرئيس واللغه هنا بتحاول تعبر عن هذه الايه؟ الواقع هل منظومة اللغة وعملها بيتطابق مع الواقع كما حدثت في الواقع في الخارج ده السؤال فلما أنا بعيد المثل تاني للناس اللي ما سمعتوش يعني فنشوف كده إيه مات ده فعل ماضي اهو جمال عبد الناصر يبقى هو هنا الفاعل جمال عبد الناصر هو اللي فعل فعل هو ده حدث بالفعل كده ان جمال عبد الناصر هو اللي سبب ال لفظ جمال عبد الناصر هنا فاعل في تركيبه النحو لا ده احنا بقى لما ندقق نحويا اكتر بقى هنلاقي ايه ان الفاعل هنا هو كلمه الرئيس وان كلمه جمال عبد الناصر بدل يبقى لما مات الرئيس يبقى اللي فعل فعل الموت هو كلمه الرئيس طب كلمه الرئيس اصلا صفه وحتى لو قلنا ان جمال عبد الناصر هو الاسم جمال عبد الناصر هو اللي فعل فعل, فعل الموت يعني اذا اللغه منظومه تعمل بطريقه تختلف عن وقوع الوقائع في الإيه؟ في العالم الخارجي اذا اللغه لكن احنا في النهايه بنيجي نعمل ايه بقى بنعبر عن تصوراتنا وعن الاحداث اللي بتحصل من خلال اللغه ومنظومتها بقى يبقى كانك بالظبط قدامك واقع وبانت لبس نظاره مثلا اللون بتاع العدسات بتاعتها مثلا اخضر فتتلون ما يراه باللون الايه الاخضر اللي موجود فيه العدسات كذلك اللغه النقطه الثانيه بقى والمهمه جدا اليست اللغه دي بتعكس بقى تصورات الجماعه وتصورات المجتمع وثقافه الجماعه وثقافه المجتمع ووعي الجماعه ووعي المجتمع يبقى إحنا لما نيجي نفهم إحنا بنتعامل هنا بقى مش بنتعامل مع حقائق علمية بالمعنى في علوم الفيزياء والكيمياء إحنا بنتعامل مع حقائق ثقافية يعني إيه حقيقة ثقافية؟ يعني هي حقيقة داخل المنظومة دي لكن خارج المنظومة دي ما تعتبرش حقيقة زي مثل مثلاً إنه إيه حد مثلاً بيقدس الصليب ده له تصورات مبنيه عنده جزء من تصورات شامله. لكن خارج المنظومه دي رؤيه بقى اللي هو ما بي مش داخل المنظومه دي هيشوفها على ايه؟ مجرد قطعه من الخشب. طيب ما هو الـ 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 المسلم اللي رايح مكه وعمال يلف حوالين بيت مبني من الحجاره. وحجر اسود موضوع مش عارف من ايه خارج بقى المنظومه بتاع الايمانيه بتاعه المسلم دي هيبقى ده عباره عن ايه عباره عن مالوش دلاله ماشي يعني فعل ماش مش مفهوم مثلا عند حد اللي هو مش مؤمن بالمتصورات ولا اذا التصورات دي هي حقائق ثقافيه داخل ثقافتك انت داخل وعيك انت ما حقائق ايه مطلقه كذلك اللغه، اللغه تعكس تصورات الجماعه. طيب انا العناصر دي بقى كلها كده تجعلنا نسال سؤال. لما نيجي ندرس بقى كلام المصحف او ما يروى عن النبي محمد او افعاله او تصرفاته او كده. هل نفهمها بقى بان في هي جزء من منظومه ومستوى وعي ومستوى ثقافه ولا هي منظومه منفصله بقى عن الزمان والمكان ومطلقه ويبقى يعني ادي مثال محدد علشان الناس ما وبنقعد نقول ايه القران هو اللي ميز الراجل على الست ده من عند ربنا ليس الذكر ايه كالانثى ده كلام ربنا اهو. في حين ان انت لما ترجع كده وتدرس الايات في سياقها هتجد ان دي آه مقوله آه امرأة عمران وليس الذكر كالانثى. طب امرأة عمران بقى يبقى ده كلام امرأة عمران ولا كلام ربنا؟ الموحي بالكتاب. طيب وهل كلام امرأة عمران ده ده مطلق ولا ده بيعكس تصورها وفهمها والمجتمع اللي هي كانت بتعيش فيه وثقافته فاحنا لما بنلغي بقى العلاقه بين التاريخ والخطاب بيخلينا نعمل ايه بقى لا احنا العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يبقى هنا الكلام مطلق لانه مش العبره مين اللي ايوه ده مذكور في القران ونخش بقى كده كل التدليس والتلبيس والتسييس قايم كمان على ان احنا فتتناه بقى فيبقى كل واحد ياخد حته ويبقى كل حاجه موجوده في الايه في القران هتجد بقى المساومه بين الذكر والانثى موجوده في في المصحف وهتجد الايه للذكر مثل حظ الانثيين وهتجد وليس الذكر كالانثى موجوده برده في الايه في القران هتجد المودة والرحمة والمغفرة والتعامل بقى بين مستوى الراقي والآخر بين الرجل وزوجاته مش عارف إيه وهتجد إيه واضربهن وهجرهن في المضاجع ده أنا بطرح يعني أقول إن إحنا محتاجين ندرس قضايا بقى مش مش مسألة بقى إيه نخش في السجال اللي داير بقى واحد ناس بقى دفعوا بقى إيه القرآن الإسلام الإسلام بين قوسين يعني الإسلام مع حرية المرأة ومع حقوق المرأة ومع المساواة بين الرجل والمرأة وحد تاني لا للذكري ال مثل حظ الانسان ده كلام ربنا وشرع ربنا وده اللي انزل بيه ربنا وانتوا كده هتهدوا الشرع والدين لا مش السجال ده مش هيؤدي الى نتيجة انا هلخص الكلام ان العشر اروقة اللي فاتوا اتكلمنا فيهم على عدة عناصر منهم تصورات نصر ابو زيد وعلي مبروك حوالين القرآن مفهوم التاريخيه اتكلمنا على التناول الادبي للقرآن والتصوير الفني من خلال مقاله الدكتور طه حسين وحوار مع الدكتور عبد الباسط هيكل استاذ في جامعه الازهر وتكلمنا بعد كده على اللغه وعلاقتها بالعالم وتكلمنا على تصورات عن كلام الله وهل كلام الله لكون الله مطلق وأزلي وأبدي يبقى معناها أنه كلامه مطلق وأزلي وأبدي ومعناها أن القرآن مطلق وأزلي وأبدي ولا القرآن هو فعل من الله ومرتبط بالتاريخ تكلمنا على القضايا دي كلها بشكل عام يعني أنا بحاول بس أفتح الكلام في المواضيع لكن ممكن نفتح بقى كلام تاني على مسألة توتر القرآن لكن بعد فترة شوية يعني والكتاب اللي أنا كتبته صدر العام الماضي بعنوان مقدمة عن توتر القرآن وفي تناول لهذا الأمر على مدار 14 قرن برغم أن الكتاب صغير ومكتنز إلا أني أتصور أنه فيه تناول القضية بنوع من العمق وعدم التسطيح من ناحية والحاجة الثانية بعدم التفصيل لكن ده يعني جانب آخر هنتكلم فيه في المستقبل إذا أنا كنت بتعامل في العشر أروقة الماضية في تصورات تقريبا الأشعرية تحديدا عن ما هو القرآن وكيف يعمل من خلال البداية من محاضرة قالها الدكتور محمد يسري جعفر وهنرجع لها تاني اللي قالها في منتدى الدين والحريات يوم 8 مايو الماضي في جانب هنتعامل معاه برضو في فترة من الفترات هو بقى المنظومة الأشعارية كلها تصورات بتاعة العقيدة ودورها وتأثيرها في حياتنا الحالية مش بس هنروح بقى نجيب كتب قديمة وندرس تصورات كتبها الأشعاري سنة 300 هجري لا ودورها لا إيه؟ ليه؟ وإحنا بنستدعي الكلام ده ليه؟ لأن المنظومة ديت ما زالت موجودة هي المؤثرة هي المؤثرة في السياسة وهي المؤثرة في الاقتصاد وهي المؤثرة في الاجتماع وحنجيب فيديوهات ونقاشات حول هذا الموضوع في محاولة لفتح الباب للتفكير أنا لا أدعي أني عندي إجابة أنا باستمرار متعلم طول الوقت يعني بتعلم من نقاشكم يعني حتى حوار محمود عبيد الله من الاسبوع اللي فات ورد مش فاكر اسمه دلوقتي عليه والنقاش ده هو الهدف ال... ال... الهدف هو المتعة بتاعة البحث والتفكير مش محطة الوصول انا عارف طبعا انه النهاردة عيد وانه في مونديال فانا مش هطول اكتر من كده وهنلتقي الاسبوع القادم ويا ريت الناس تشارك مشاركتك بوجودك بان انت تعمل كومنت وتعمل لايك like وتطلع البلالين اللي انت بتطلعها ديت لان ده جزء ان ان انت موجود ونتمنى في المستقبل كمان هنعمل بقى القناه يبقى على يوتيوب برضو ان يبقى في دخول للناس صوت وصوره عشان ينقدوا الكلام اللي انا بقوله ويعترضوا عليه ويماحكوا لأنه هو ده اللي هيولد المعرفه وهيولد ان احنا نتعلم من بعض مش ان يبقى الكلام من طرف واحد وانا بشكركم مره اخرى و بحاول اطور في في القناه فاعذروني يعني. تحياتي ونلتقي الاحد القادم الساعه 5 بتوقيت القاهره مساء الحادية عشر بتوقيت نيويورك على رواق جمال وكل سنة وأنتم طيبين اللي صام واللي ما صامش